الخير والسعادة يحييكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم. يقيم المتحف السرياني في العاصمة أربيل معرضا بعنوان المرأة في التاريخ الحديث تحت إشراف منظمة يوسايد الأمريكية. للمزيد ابقوا معنا. شكرا لقناة زاكروس الفضائية لتغطيتكم حدث معرض الذي أقامتها مديرية التراث والمتحف السرياني اليوم وضمن مشروع اللي تبنته حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بعنوان الحفاظ على تراث المكونات والأقليات الموجودة في العراق وبالتنسيق مع منظمة USAID الأمريكية، واللي تبنته هذا المشروع منظمة تحالف الآثارين Antiquities Coalition، واللي أطلق هذا المشروع قبل أكثر من سنتان، وفي شهر تشرين الأول أكتوبر الماضي تم تجديد وإطلاق المرحلة الثانية من مشروع الحفاظ على تراث الأقليات في العراق. واحدة من النشاطات والفعاليات ضمن هذا المشروع هو إقامة معرض صوري افتراضي Virtual Photos Exhibition. اخترنا موضوع يتحدث عن دور المرأة السريانية في تاريخ الحديث. أخذنا عدد عناصر ونماذج فعالة من تاريخ شعبنا السرياني عن المرأة السريانية، واليوم كان أول يوم تم افتتاح المعرض بحضور السيد مارك سترو القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية في أربيل. المعرض مثل ما صورتوا وشاهدتموه في قصص عن أبرز النساء. أخذنا خمس نساء، سرمخان وبيرمخان وغيرهم، يتحدث عن حياتهم ونشاطاتهم. مثلا مارغريت واحدة من المقاتلات البيجمرقة ثورة أيلول. فدور المرأة مثل ما يجب إبرازه، دور المرأة كبير في المجتمع العالمي في الحضارات الإنسانية دائما، مثل ما احنا دائما آثارين نقول انه بداية الحضارة كانت للمرأة دور فيها حيث اكتشفت الزراعة، وهكذا. ولازم دور المرأة ما يكون مهمش أو مخفي، لازم نبرزه أكثر وأكثر. فهذا المعرض اللي افتتحناه راح يستمر من يعني بدأ من 9 بالشهر وراح يستمر ل 18 بالشهر، أكثر من أسبوع. نتمنى من الناس القدوم للمعرض ومشاهدته والاطلاع عليه ومعرفة وتعارف على الثقافة النسوية للمرأة السريانية في الإقليم والعراق عامة وفي أماكن تواجدنا بشكل عام.